المزاد العالمي الرقمي لبيع المنتجات البحرية يرى النور بميناء الصيد البحري لطنجة بعد تجربته لأول مرة بمدينة أكادير. هذه الآلية الجديدة التي اعتمدها المكتب الوطني للصيد تهدف إلى تقدير المنتجات السمكية بشكل أفضل ورقمنة عملية البيع لتعزيز مصداقية وسرعة المعاملات التجارية بالميناء، بالإضافة إلى توفير أداة عمل فعالة للتجار والمشرفين وتحسين إدارة التسويق بشكل عام. هذه العملية ديال الرقمنة بدينا بها هذه السنة هذه عدة يعني موانئ، وهذا الميناء ديال طنجة هو من الأوائل اللي كانوا سباقين مع أكادير، والحمد لله اليوم كنشوفوا الوقع ديال هذا الشيء، لا فيما يخص التنظيم لا فيما يخص تتبع يعني لا تراسابيليتي نتاع يعني المنتوج، وهذا الشيء غادي يعني يسمح لنا باش نمشيو للمراحل الأخرى والمحطات الأخرى، واللي غادي يعني نوصلوا ان شاء الله الهدف ديال التحكم في تسويق المنتوج ديال المنتوج يعني ديال الصيد البحري. من الناحية العملية، المكتب قام بتحديث مختلف أدوات عمل مشرفي عملية البيع عن طريق تطبيق التقنيات الحديثة، مما يتيح للتجار المزايدة بطريقة سلسة ورقمية دون الكشف عن هويتهم. العملية ديال الرقمنة كتتم عبر جهة سمارت فون، كتزيد يعني فواحد الشفافية، ما كيكون ما بين التجار ما كيكونش كيعرف شكون اللي كيزيد، يعني كتكون زيادة يعني عن بعد، حتى واحد ما كيفهم شكون اللي كيزيد. هنا فين كتكون الشفافية بالوضوح، ومني كيطيح مني كيتسجل ديك الأسماء بأن شرات شي شركة، عاد كيبان شكون اللي اش من شركة اللي شرات ديك النوع ديال الحوت. رقمنة تسويق المنتجات البحرية تعد جزءا هاما من الاستراتيجية الهادفة إلى تطوير وتحديث قطاع الصيد البحري، فعملية رقمنة البيع في سوق السمك بطنجة تعد التجربة الثانية بعد ميناء أكادير، ومن المنتظر أن يتم تعميم هذا الإجراء للتحكم في عملية بيع منتوجات البحر بأسواق السمك بالجملة لضمان السلامة الصحية على الصعيد الوطني.